يعني اسمح لي اختلف شويه مع الدكتور عمرو في فكره ان الدوله تاخد جزء من وده المسألة. جزء مهم جدا، وده انا اختلفت معاه لما هي طرحه. هل هنا، وده نطرح الجزء ده للنقاش، هل هنا فكره انه الدوله تستفيد؟ انا مع ان الدوله تستفيد، ولكن الدوله تستفيد لانه بالضريبه العقاريه هي اللي بتدفعها وفقا للقوانين الموجوده. لكن انا المالك ده اللي بقاله سنين وعقود طويله، يعني لا عارف يجوز عياله ولا عارف يودي حد ولا عارف، وبياخد ال10 جنيه ولا ال100 جنيه بكتيره، هتدفعه تاني؟ مع احترامي يعني لا، هي هتدخل الدولة شريك معاه في الملكية؟ خليني أقول لحضرتك لأن هما في عنصرين عشان أكمل فيهم الفكرة. الفكرة الأولى أن الدولة لن تحصل على ميزة نظير تقاعسها في حل المشكلة عن هذه السنوات، فالدولة ليست شريك في المسألة. الحاجة الثانية أن الدولة بالفعل هتستفيد، بس مش بأنها تاخد تاخد من المالك. لكن هقول لحضرتك أن أنا كمواطن الدولة بتاعتي هتستفيد لما أملاكها ترجع لها، لأن الدولة دلوقتي بترد للملاك في حالة أن تكون الدولة مستأجرة، بترد لهم في القانون اللي صدر من مجلس النواب أخيرا لغير غرض السكن، هترد للملاك. بس الدولة هنا في الموضوع الاعتباري ده، معلش، القانون يعني كان منحاز للدولة شوية، لأنه ادها 5 سنين فرصة بدل ما هي دلوقتي طبقا لقانون الحكم الدستورية يعني اللي هي المفروض تسلم على طول، فادوا نفسهم 5 سنين فرصة. تمام، ماشي. أتحدث عن الدولة المالكة اللي من حقها ومن حقي أنا كمواطن أن دولتي تسترد أملاكها علشان تاخد إيجار كويس يتم ضخه في الموازنة العامة يخفف من الضرائب. ده طبعا تتكلم على الأجزاء مثلا مصر للتأمين وكل الحاجات مثلا. أنت إيه رأيك في يا متر؟ لا يعني مع تقديري واحترامي للدكتور عمرو، لكن أنا متصور أن احنا نتخفف شوية ونشيل الحمل شوية عن الملاك. الملاك انتظروا 60 سنة عشان يسترد ملكه، فما اقدرش ابدا كمان ان انا افرض عليه ضريبه جديده مش منصوص عليها في القانون وما بيدفعهاش الاخرين. يعني الملاك الاخرين، انا مالك وعندي وحده فوق 2 مليون بدفع ضريبه عقاريه، ما بقدمش انا كمان بقى، ما بدفعش اضافي للدوله. ليه اللي لسه هيسترد له ملكه ولسه ما فيش بيها دكتور عمرو وما شافوش يعني ما يعني لا نديهم فرصه الاول، ويكفي بس ان هم يلتزموا بان هم يدفعوا الضرايب اللي عليهم. يعني احنا مش مطلوب من اي مالك انه يدفع للدوله، هو عايز يحط في الصندوق. يعني المقصود بقى اللي حضرتك عايز تقوله ده، في صندوق هيتعمل. طيب اللي راغب بقى انه يحط في صندوق في حب مصر او في عشق مصر او في حب المستاجرين يحط فيه، او تخصص الضرائب العقاريه يعني لمده 5 سنوات او لمده معينه للصندوق، مش لازم يعني مثلا. لا بس طبعا دكتور معيط هنا هيقتلنا، هياخد اللي هو هو لا هو انا هو بحاول اسهل على مظبوط. انا التسهيل من الصندوق اللي هتعمله النائب احمد السجيني هنا في هذا المكان قال يا جماعه هيبقى من الصعب جدا ان احنا نعمل قصة الصندوق، ولا احنا لازم نجد بدائل اخرى لفكرة انه ما يبقاش فكرة الصندوق دي، ولكن تكون بدائل اخرى. البديل المشروع لغير القادر عن رفع الإيجار، لغير القادر انه يبقى في صندوق يتدخل او تتدخل منظمات المجتمع المدني. لكن انت لما تعملي القانون بتعملي قاعدة عامة مجردة، ما نقدرش نقول ان هيبقى في واحد غني وواحد فقير، واحد يملك واحد احنا هنعمل القانون لكل الناس. فكره البعض اللي يقول ان احنا هنعملها في محافظات مختلفه او نعملها في مواقع جغرافيه او نعملها في اماكن ده سكن فاخر وده متوسط وده فوق المتوسط، الكلام ده مش صحيح. الصحيح انك تعملي قاعده عامه مجرده وتطبق على كل بعض الحالات الضعيفه بقى تتدخل الدوله من خلال الصندوق، يا اما ايجاد مساكن بديله وهم بيعملوا زي ما بيعملوا في العشوائيات يقدروا يعملوا الكلام ده. حد من الزمالك توديه مساكن بديله في 15 مايو مثلا؟ في الزمالك الناس عندها رغبه من الوقت الراهن، وده ميزه، بقول لك ميزه الحوار اللي انت بتعمليه، ان بدات الناس تسالنا. احنا طول الوقت دلوقتي بتيجي ناس تاخد استشارات، والنصيحه اللي احنا بنوجهها لكل المستاجرين دلوقتي اللي هو عنده سكن اخر او ان هو شاعر ان قاعد في مكان قيمته اكبر بكثير، ان هو يدخل في تفاوض مباشر مع الملاك، لانك انت فجاه انت بتتكلمي على 3 مليون مره واحده هيبقوا موجودين. دي نقطه منتظر.